أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة من 2018 في تجربة شبابية في مصر مهمة جدا بدأت، تجربة قدرت أنها تجمع كل الأطياف الشبابية والحزبية والسياسية تحت مظلة واحدة وعلى أرضية وطنية مشتركة. هذه التجربة هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هذا الائتلاف قدر أنه يخلق حالة حوارية بين أعضائه، أنه يصيغوا مشروع سياسي يعبر عن الشباب في كل المجالات، مش بس سياسية، كمان في الموضوعات الاجتماعية والقضايا الاقتصادية، أيضا المشروعات القومية زي حياة كريمة. في الحقيقة كتير من شباب التنسيقية متطوعين للعمل في المشروع ومتابعة حجم الإنجاز اللي بيتم، وعلى طول بيكون في تواصل ليها مع المواطن ومع الشباب في الشارع. خلينا نعرف أكتر عن هذه التجربة المهمة والمميزة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هنتكلم مع ضيوفنا الأستاذ حازم هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيضا الأستاذة إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير عليكم، نورنا بصباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم. يعني أنا طبعا ليديز فيرست، هبدأ مع حضرتك يا أستاذة إيمان. يعني الحقيقة من 2018 عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الحياة السياسية بدأت هذه التجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كلمينا عن بداية هذه التجربة وإيه اللي حصل في بدايتها. حضرتك، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إحنا مجموعة من الشباب زي ما حضرتك بتتكلمي، مختلفين في التوجهات الفكرية، من أحزاب مختلفة، من اليمين والوسط ومن اليسار. الأيديولوجيات بتاعتنا مختلفة، بس في النهاية قدرنا نوصل مع بعض لمساحة مشتركة، إن إحنا نكون الهدف بالنسبة لنا الأساسي والرئيسي هو مصلحة الوطن. فعلشان كده بقينا بنتحاور ونتشارك القضايا الرئيسية، وبنوصل في النهاية لعملية توافق. عملية التوافق دي بتيجي بأن إحنا بنتنحى جزء معين من الخلافات جانبا، الخلافات اللي هي أو الاختلافات بتاعت الأيديولوجيات الخاصة بينا، وبنغلب المصلحة الرئيسية. وده يمكن كان باين في البيان التأسيسي الأول اللي أطلقته التنسيقية، وإحنا بنقول إن إحنا مجموعة من الشباب الوطني اللي هدفه الرئيسي هو الاصطفاف حول القيادة السياسية وحول الوطن في هذا التوقيت. فعملنا فكرة إن هي المنصة الحوارية، هي من اسمها، هي إحنا بنتحاور وبنتوافق. ويمكن دايما بحب أقول مثال بسيط قوي على فكرة التوافق ده إحنا بنوصله إزاي. يعني إحنا كان من ضمن الحاجات اللي اشتركنا فيها كتنسيقية فكرة الاستفتاء على الدستور. فلما كنا بنحاول نوصل لعملية التوافق، إحنا في مننا مؤيد للدستور ومننا معارض على حسب الأيديولوجية بتاعته، فإزاي كنا نقدر نوصل لمساحة مشتركة توصلنا لتوافق نقدر نظهر بيه للشباب وللمواطن المصري ونقول لهم. فاتفقنا على ان الهدف الرئيسي كان بالنسبه لنا هو المشاركه السياسيه، ان لازم الناس تنزل وتشارك وتدلي بصوتها في الانتخابات، سواء كنت هتقول ايوه او هتقول لا. فده كان المحور الاساسي والرئيسي اللي احنا انطلقنا منه. ده مثال بسيط لفكره ان احنا ازاي بنتوافق كمنصه حواريه ما بيننا وبين بعض رغم الاختلاف في الايديولوجيات. طب استاذ حازم، لو نقدر نقول ان حاله الحوار الوطني اللي هتحصل في الثالث من الشهر القادم يعني كان استهلال ليها او كان بدايه ليها قصه تنسيق شباب الاحزاب، يعني تنسيق شباب الاحزاب كانت البذره اللي جمعت اطياف مختلفه، بس دول شباب، بعد كده هنجيب الجيل الجديد او الجيل القديم او المؤسسين، يبقى يعني بدايه لل في البدايه. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين كلهم. هي زي ما حضرتك ما بتقول، هي مش بس كانت النواه للحوار الوطني اللي دعا ليه سياده الرئيس، بل هي كانت كمان النواه للجمهوريه الجديده. الجمهورية الجديدة التي أطلقها القيادة السياسية هي عبارة عن إن يعني لو أخذنا بالنا إن كان في عام الشباب وعام المرأة وعام المنظمات المجتمع المدني، هو كل الاهتمام بكل طوائف الشعب، وكان على رأسها التجربة الفريدة اللي كانت اللي فيها التنسيقية واللي انطلقت أساسا من مؤتمر للشباب. فلو احنا بنتكلم على حوار وطني يجمع كل طوائف العاملين أو المهتمين بالشأن السياسي اللي بيهمهم مصلحة البلد، فكانت البداية زي ما حضرتك ما بتقول البداية للجمهورية الجديدة كمان هو الاهتمام بالشباب. ومن هنا جاء منطلق التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتجميع الشباب المهتمين بالعمل العام والعمل السياسي تحت مظلة واحدة، هدفها التحاور والتشاور وعمل حوار بناء في جيل الشباب بشكل عام،
لإسراء العمل العام وإسراء العمل السياسي في مصر بدماغ الشباب بفكر الشباب من مختلف الأيديولوجيات والانتماءات السياسية والتوجهات. ودي تجربة فريدة في نوعها زي بالظبط التجربة إن شاء الله اللي هيرسى ليها الحوار الوطني اللي دعا عليه سيادة الرئيس واللي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركة فيه طبعا. مشاركة فيه بشكل فعال جدا وقدمنا عدد كبير من المقترحات إن شاء الله هيتم الإعلان عنها في الحوار الوطني. طيب أستاذ حزم استكمالا لنقطة حضرتك في دور مهم الحقيقة جدا قام بيه شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن هم قدروا يكونوا همزة الوصل ما بين الحكومة والمواطن. شباب زي ما حضرتك قلت من مختلف الايديولوجيات ومن مختلف الخلفيات، في كمان عدد كبير عملوا كنواب محافظين فقدروا ان هم يكونوا كمان في على ارض الواقع بيتعاملوا مع المواطنين. ازاي قدرتوا تكونوا همزه الوصل بين المواطن والدوله؟ ده دور مهم جدا. في البداية أول بداية للتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان عن طريق تقلد 6 من أعضائها للنواب المحافظين. وده يمكن بداية التفاعل الأساسي ما بين التنسيقية وما بين الشعب بمختلف طوائفه عن طريق النواب المحافظين بتوعنا اللي مؤدين إلى هذه اللحظة بشكل فوق الممتاز. ويمكن تجربة شخصية أنا حضرتها في زيارتي لبني سويف، نائب محافظ بني سويف والمحافظ 35 سنة و33 سنة. نائب المحافظ بني سويف عضو في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس الأمناء، وأنا حضرت افتتاح المشروع القومي بتاع الممشى بني سويف. لو نشوف التفاعل وقد ايه الناس مبسوطه ان الفكر اللي موجود جوه المحافظه هو فكر شبابي، فكر متطور، فكر باصص على قدام وعلى مصلحه المواطن. ليه؟ لان الشباب حاسين وشايفين وتدرجوا في المراحل المختلفه على وحاسين بالاحتياجات بتاعه الشعب. ومن هنا جت الفكره اللي حضرتك بتقولي عليها ان احنا قدرنا نحقق التواصل ده. احنا بنسمع والشباب عندهم قدره على الاستماع والاحساس بالمشاكل بتاعه المواطن، وده بدايته كانت وتطبيقه على الارض بدايه من نواب المحافظين مرورا بالاعضاء عندنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب. فابتدينا اكتر نقرب اكتر لطوائف الشعب المختلفه في الدوائر المختلفه، وده بيطلع بقى من المبادرات اللي التنسيقيه ابتدت تقدمها، منها مبادرات كتير جدا زي ايام ازمه كورونا والمبادرات اللي هي الصحه والمتعلقه كده والمساهمات بتاعتنا اللي شغاله على الارض، وصولا حاليا لحمله سوا هنعدي اللي اعلنت عنها تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين الخاصه بالاقتصاد والاهميه والتضخم والاجراءات الموجوده. فكل ده مجمل احنا بنسمع موجودين جوه الشعب مش بعيد عنه، لان احنا قاعدين مع اهالينا في المجتمع بتاعنا في الكلام ده كله بناخد اللي احنا بناخده مش منفصلين عن الواقع، مش منفصلين، لا احنا موجودين جوه، مش في جزر منعزله، لا احنا شباب بنخرج وبنتعامل في حياتنا العاديه بشكل عادي جدا. فده طبعا بيأثر على المخرجات بتاعتنا من جوه التنسيق. صحيح استاذ ايمان، في علوم السياسه بيقولوا ان احيانا تلعب الدبلوماسيه الحزبيه دورا اكبر من الدبلوماسيه الرسميه، لان الدبلوماسيه الحزبيه فيها مساحه مرونه ومساحه حركه ومش متقيد بالبروتوكولات يعني بالتوجه السياسي، لا انا راجل حر ولكن في نفس الوقت انا عندي مظله اللي هي اهتمام او توجهات الدوله. عملتوا ايه؟ انتوا تنسيقيه شباب الاحزاب انتوا حزبيين وعندكم نوع من انواع الدبلوماسيه، اكيد ملف الخارجي لعب معاكم دور في القصه. هو في البدايه يمكن استكمالا اللي كنا بنتكلم فيه في موضوع اللي هو ان احنا ملامسين للمواطن اقليميا في الاول، احنا التنسيقيه عندها الى جانب التنوع الايديولوجي تنوع جغرافي، فاحنا في البدايه موجودين على مستوى اقاليم جمهوريه مصر أكيد العربيه طبعا كلها موجودين في كل المحافظات حتى وصلنا لغايه لحلقه بوشلاتين. فالتنوع الجغرافي ده بيلمسنا اكتر بالقضايا الرئيسيه اللي بتهم المواطن، وده يمكن التواصل المباشر اللي كان ما بين التنسيقيه وما بين المواطن بدا فعلا زي ما كان بيتكلم زميلي حازم في ازمه كورونا، وده بدا بمبادره هامه اللي هي كانت اسمها مبادره الوعي الامني. المبادره دي كانت ان احنا بننزل كل المحافظات، واحنا مش محتاجين لان احنا لنا ممثلين في كل المحافظات، بنحاول ان احنا نوفر الاحتياجات اللي كان فيه قصور الى حد ما في مديريات الصحه علشان صحه المواطن، وده كان بمجموعه من التكاتف ما بين الاحزاب السياسيه مع داخل التنسيقيه، الى جانب ان احنا كمان مش فكره احزاب فقط، احنا لدينا مجموعه من الشباب
المسيس، لان التنسيقيه دايما بتستهدف ان يكون عندنا ملفات هامه زي ما حضرتك بتتكلم، ان يكون عندنا متخصصين في الشان الدبلوماسي او يعني الشؤون العامه في مصر وخارجيا، لان احنا فكره التخصص دي بتدينا ان احنا نبقى موجود معانا مجموعه من الشباب اللي بيقدروا يديروا او بيشتغلوا على هذه الملفات حلول. علشان يلاقوا اللي هي آلية الحلول ونخرج بتوصيات ونتائج. يمكن اول حاجه اتلمست معانا في الجانب اللي هي الدبلوماسي كانت دعوه التنسيقيه للسيده الامريكيه اللي كان يمكن العالم كله اتكلم عنها، في فكره ان هي كان عندها مريضه الكانسر اللي كانت حابه ان هي تيجي تزور مصر، والتنسيقيه تكفلت ده من وجودها في امريكا الى ان هي وصلت هنا ويسرت ليها كل السيارات. كمان كان للتنسيقيه دور واضح في ان هي اشتغلت في ظل الازمه ما بين روسيا واوكرانيا، ويمكن احنا في التنسيقيه مع اطلاق الاستراتيجيه الجديده عملنا فكره اسمها المنتديات. المنتديات كان من ضمن المنتديات الهامه اللي اشتغلنا معاها المنتدى الدولي يمكن اللي موجود فيه زميلي حازم في جانب التخصص الدولي اكتر. فكره المنتديات ان احنا بنشتغل على كل الملفات، مش فقط اللي هو الملف السياسي، لا الملف الاجتماعي وكمان الملف الاقتصادي، الملف الثقافي، السياسات العامه داخل جمهوريه مصر العربيه، ده بالنسبه لنا مهم جدا. والاهم ان احنا بنيجي في هذه الفتره، احنا الاستراتيجيه دي اطلقناها مع بدايه العام، فاحنا بعد 6 شهور بنعمل عمليه قياس لما مدى تنفيذ هذه الاستراتيجيه، علشان نقدر في خلال 3 شهور قادمين نضع الاستراتيجيه الجديده اللي توصلنا للتواصل بصوره مباشره اكتر الى الرضا والثقه من المواطن، لان احنا دايما بنقول ان تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين هي عمليه نوع من انواع الطمأنينه او تغيير فكره السياسيين امام المواطن. يعني دي كانت نموذج، ويمكن ده كلنا شايفينه كمواطنين في البرلمان، النواب الممثلين للتنسيقيه سواء داخل مجلس النواب او مجلس الشيوخ بنسبه يعني عندها 48 نائب في البرلمانين ما بين منتخب وما بين معين، بيأدوا دور عظيم ورائع في سواء كان خدمي او تشريعي في استخدام الادوات الرقابيه اللي هم بيقدموها، كمان في الزيارات الميدانيه اللي هم بيتحركوا فيها لرصد الواقع، كمان في لقاءات رسميه بيعرضوا فيها رؤى وسياسات من خلال تعاون مشترك. يمكن احب اضرب مثال بسيط ان احنا عندنا من 3 ايام كان في جلسه في مجلس الشيوخ اتقدم فيها اللي هو مقترح طلب على موضوع الادمان اللي هي ازاي نعمل مكافحه الادمان بداخل لجنه الصحه، وده كان عباره عن ان احنا عندنا مشروع اسمه مشروع العداله الثقافيه داخل تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين لمجموعه من المحاور، من ضمن المحاور الخاصه بيه اللي هي ازاي يحصل مكافحه للادمان، وده فعلا تم مناقشته من خلال زميلتنا النائبه سؤى سعيد، وده نتاج ان في عندنا شباب بيشتغل دائما على اوراق السياسات، وده برده نتاج هام جدا للتاهيل والتدريب اللي احنا مستمرين في التنسيقيه سواء كان للاعضاء او للنواب، سواء نوابنا من مجلس الامناء الساده نواب المحافظين او نوابنا في المجلسين. طيب هرجع بالسؤال للاستاذ حازم، يعني احنا خلينا نقول انه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين يمكن نقطه قوتها هي الاختلاف في الايديولوجيات والاختلاف في الخلفيات، دي نقطه القوه. بس عشان نقدر نوصل لنقطة القوة دي كان لازم في آلية عمل كبيرة جدا عشان صحيح الاختلاف مهم جدا، ولكن فكرة أو ثقافة إدارة هذا الاختلاف صعبة، إزاي قدرتوا تحققوها؟ في البداية فندم هو شعار التنسيقية هي سياسة بمفهوم جديد، فنقطة الأساس اللي عند عمل وضع أي استراتيجية هو تحديد الهدف، والهدف من اللي احنا من تنسيقيه شباب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هو تقديم سياسه بمفهوم جديد زي ما الشعار عندنا ما بيقول، وهو تنحيه جميع الخلافات زي ما زميلتي ايمان كانت بتقول، تنحيه جميع الخلافات ووضع مصلحه الوطن فوق كل شيء. انا مثلا عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب المصريين الاحرار ويمثل الراسماليه واليمين والليبراليه، موجود معانا في التجمع والنور ومختلف الاحزاب اللي هي تناقض المصريين الاحرار الايديولوجيه والبرامج بتاعتها،
ولكن عند الجلوس مع بعض في مائدة حوار سواء على الملف الاقتصادي او الملف الدولي احنا الاثنين بنوصل لحاجه واحده، يعني احنا الاثنين مش باصين على برنامج حزبي او على الوصول اللي احنا عايزين نعمله في الوطن، احنا بنبص على الوطن. وهي ده الاساس اللي احنا هو عهد احنا اتفقنا عليه مع بعض، هو اتفاق وهدف احنا الاثنين حاطين علينا عليه، ان الجمهوريه الجديده وزي ما كنا بنتكلم والحوار الوطني والكلام ده كله يبقى مصري باوراق سياسيه ناجمه عن برامج الاحزاب دي بس فيما لا يتعارض مع مصلحه الوطن. وده كان نقطه الاساس والانطلاق. وزي برضو ما زميلتي ايمان انا باخد منك كتير استاذتي طبعا على حته العمل الاستراتيجيه التنسيقيه اعلنت عنها في اواخر السنه اللي فاتت على حته العمل بشكل المنتديات بيسري الفكر زي منتدى شباب العالم والمنتديات اللي بتحصل في غرف العمل والمناقشه اهم الملفات وكم، فبندي فرصه اكتر في المنتديات ان احنا نسمع للاعضاء بتوعنا، وما بنسمع احنا بناخد من هنا ومن هنا ومن هنا ونقوم صايغين في الاخر ورقه واحده طالعه سياسيه بتنم فعلا عن جميع طوائف الشعب، مش بتنم عن ايديولوجيه واحده او برنامج حزبي واحد او سياسي واحد. حتى في العضويات او طلبات العضويه اللي احنا بنقدمها في الشباب السياسيين مش الحزبيين بيقدموا اوراق عمل، ويمكن هنا دي نقطه مهمه جدا جدا ان احنا يعني كل الناس ممكن المهتمين بالشان العام ان هم يقدموا اوراق العمل اللي بتجيلنا في التنسيقيه مع طلبات العضويه اوراق حلوه جدا. طب الناس دي مين المظله اللي بتسمح لهم ان اخراج الكلام اشراكهم في الحياه السياسيه؟ الحمد لله هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كانت هنا نقطة الانطلاق، وضع مفهوم جديد، وضع استراتيجية ملائمة للعدد بتاعنا والأيديولوجيات بتاعتنا والبرامج بتاعتنا، وإتاحة الفرصة إن الكل يتكلم بلا فرق ما بس بالسن. بس قلت ورقة العمل، ممكن توضح لنا ورقة العمل دي عبراني بشكل أكبر توضح لسادة المشاهدين؟ هو مثلا إحنا لسه مطلعين ورقة عمل أخيرة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وآثار التضخم وإيه التضخم الموجود في الدول المختلفة، والتنسيقية أعلنت عنها في البارح وأول البارح على اللي احنا واخدين بالنا ان في أزمة اقتصادية خانقة على مستوى العالم، ويمكن اشتغلنا عليها في المنتدى الدولي وفي منتدى السياسات العامة على ازاي احنا نشرح للشعب المصري كشباب لغتنا بسيطة سهلة، بنحاول نشرح ايه أهمية الأزمة الاقتصادية، ايه أسبابها، يعني ايه تضخم، يعني ايه سلاسل الإمداد والغذاء، يعني ايه سلة الغذاء، ان كل تحركات الدولة المصرية اللي قامت بيها في الفترة اللي فاتت احنا مسابقين دول كتير جدا، زي مثلا رفع الفايدة وقرارات البنك المركزي. العالم كله في خلال اليومين اللي فاتوا واخرهم البنك الفيدرالي الامريكي رفع الفايدة واول مرة من 94، فاحنا اخذنا الاجراءات دي من ايام كوفيد وكورونا والكلام ده كله، فاحنا قدرنا نوصل بمصر الى الحالة اللي احنا فيها حاليا، وده احنا حاولنا نشرحه بفيديوهات بسيطه وانفوجراف بسيط طلع من شغلنا في المنتديات باوراق العمل اللي متقدمه من جميع الاعضاء وجميع المنتديات. طيب استاذ عدنان، لو يعني احنا اتكلمنا ربما على ملفات كتير، المواطن بقى هل كان في التحام او المواطن حس بتجربه شباب الاحزاب والسياسيين؟ يعني لو اتكلمنا على شان الدبلوماسي فده شان ربما يخص يعني زي ما بيقولوا كده اصحاب اللياقات البيضاء. لا انا هنزل الشارع، نزلت الشارع فين؟ اثرتوا ازاي؟ تلامستوا مع قضايا ليها علاقه بالخبز بالتموين؟ هاخد برضو من كلام زميلتي احنا يعني في اول حاجه بالتلامس وصل بينا ان في زياره حصلت من اعضائنا في المحافظات الحدوديه واعضاء من باقي المحافظات، رحنا حلايب وشلاتين، نزلنا اتكلمنا مع الناس هناك، سمعنا للمشاكل اللي عندهم وطلباتهم ايه والكلام ده كله، وعملنا زياره الاسكندريه والبورسعيد والبني سويف. في زيارات بتتم من اعضائنا ونوابنا و هي الفكره ببساطه ان التنسيقيه في حاله من التلاحم مع المواطن، واعتقد ان ده كان واضح جدا. يمكن اربع سنين حصاد التلامس ده حصل فين؟ انت ابرز المبادرات اللي قامت بيها التنسيقيه بدايه من مبادره الوعي امين وتوفير المستلزمات الطبيه، مبادره البلطو الابيض، وكانت مقترح في حاله القصور في الاطباء ان يكون في خريجين لاخر سنه مؤهلين ومدربين على ان هم ينزلوا
المستشفيات في الجائحة. كمان الاهتمام بالأطقم الطبية من خلال مبادرة صك العملة، بأن يكون لنا مجموعة العملات، ودي تنفذت بالفعل بعد ما بقي لنا يعني أدوات رقابية في البرلمان، ويمكن أحد زملائنا في مجلس الشيوخ اقترحها، وبقي فعلا القينز عليه صور أبطالنا من الأطقم الطبية. كمان حاليا مبادرة حملة سواء هنعديها، اللي بنتكلم فيها عن الأزمة الاقتصادية وإيه الآليات اللي ممكن يبقى فيها خروج منها والمساعدة وتوضيح للمواطن. كمان اشتغلنا على فكرة التوعية بشكل كبير جدا، اشتغلنا في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي، الأوراق والعمل والسياسات اللي بترصد مجمل التحديات، المنتديات، ودي فكرة ان احنا بنشتغل على كل القضايا سواء كانت اجتماعية اقتصادية في سياسية، كلها بنعمل ليها أوراق سياسات، وفي النهاية بنطلع منها بمخرج يبقى موجود في الشارع. يعني من ضمن المنتديات مشروع العدالة الثقافية ده مخرج من مخرجات اللي هي المنتديات، فهي حاليا بتتنفذ على محاور متعددة زي محور المحو الأمية، زي محور قصور الثقافة اللي يبقى فيه عملية تنمية فيها، ويمكن ده بيتحرك بزيارات ميدانية زي مكافحة الإدمان، زي أطفال الشوارع. الحاجات دي بيبقى فيها أوراق سياسات بتتحرك من ورش عمل، بيبقى في مجموعة الشباب اللي داخل التنسيقية، بنشتغل الموضوع على مراحل، بيبقى في دراسات ورش عمل مع أعضاء من داخل التنسيقية متخصصين في هذا الموضوع، وكمان ضيوف من المتخصصين في هذا المجال من مؤسسات مجتمع مدني أو من أصحاب الشأن في هذا الأمر. كمان بنتحول كمان لجلسات بنتناقش فيها مع الجهاز التنفيذي في هذا الأمر، وبعدها أحيانا بنوصل نحن لعقد بروتوكولات تعاون ما بيننا وما بين جهات علشان نقدر ننفذ الموضوع ده في الشارع، وده يمكن يتكرر اكتر من مرة. وعندنا مجموعة من البروتوكولات اللي عملتها التنسيقية ليها مردود في الشارع بصورة قوية، فالتلاحم واضح من خلال الطلبات الخدمية اللي بيقدمها نواب التنسيقية سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ للمواطنين، من خلال زي ما بقول لحضرتك الدراسات الميدانية، الزيارات الميدانية اللي احنا بينزلوا فيها زمايلنا وكمان معاهم اعضاء التنسيقية في هذا المجال. ممكن هنتكلم اكتر وما زال لحديثنا بقيه طبعا الاستاذه ايمان طلعت متولي وايضا الاستاذ حازم حسين هلال اعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وما زال حديثنا مستمر مع ضيوفنا الأستاذ حازم هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيضا الأستاذة إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذة إيمان هرجع لك مرة تانية، يمكن قبل الفاصل حضرتك كنت بتتكلمي عن آليات عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأنه بتتقدموا بأوراق عمل في مختلف القضايا اللي بتهم المجتمع، ويمكن أهم حاجة فكرة الرؤية الشبابية المختلفة، لأن ده كان ما ينقص بالفعل الشارع المصري بشكل كبير. لكن المواطن البسيط معني أكتر بما ينفذ على أرض الواقع، اللي لمسه، اللي شايفه قدام عينه. عايز أعرف من حضرتك خلينا نقول إيه الجهود اللي يمكن حس بيها المواطن بشكل فعلي في الشارع. وفي نقطة كمان مهمة جدا عايز أسألك عليها، هو التواصل والتوعية الإعلامية، إن كان عن طريق السوشيال ميديا أو الصحافة أو ما إلى ذلك. أنا زي ما كنت بتكلم من شوية، فكرة إن في تلاحم ما بين المواطن المصري وما بين أعضاء التنسيقية، لأن إحنا موجودين. يعني أنا مثلا من محافظة أسيوط، هتلاقي اللي هو التنوع الجغرافي موجود زي ما في تنوع أيديولوجي داخل التنسيقية. فالمشاكل والهموم والقضايا اللي بتمس المواطن بتبقى هي الأساس الرئيسي اللي إحنا بنشتغل عليه. ده بيكون من خلال الدراسات اللي احنا بنشتغل عليها، من خلال ان احنا بنضع قدام عينينا التحديات وبنبدا نعملها زي جلسات، وبنخرج منها بتوصيات ونتائج بترفع ببساطة، ممكن تتحول معايا لقانون يأثر في حياة المواطن من خلال زملائنا في المجلسين الشيوخ والنواب.
فده دايما باستمرار في عمليه مستمره. كمان التلاحم بان احنا بنبقى موجودين مع المواطن في الازمات، يعني تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين في سواء حادث قطار سوهاج او حادث قطار طوخ. يعني انا كنت في لجنه الاداره المحليه، انتقلت انا وزملائي للمصابين في الحادث للاطمئنان عليهم، وكمان لو في اي حاجه كانت ناقصاهم من مستلزمات طبيه او رعايه او ان هم ينتقلوا لمستشفيات اكبر. ولقينا فعلا الحمد لله ان الناس كانت مبسوطه بوجودنا وان احنا بنطمن عليهم وبنلمس ده. كمان زملائنا الساده النواب اتحركوا مباشره، الساده النواب الشيوخ في حادثه قطار سوهاج لاسر الضحايا. دايما بيبقى في عمليه تواصل سواء في الازمات او في الشأن المجمل. الادوات الرقابيه اللي بيتقدم بيها الساده النواب دي كلها بتخدم مصلحه المواطن، سواء كان طلبات الاحاطه او طلبات المناقشه. بكل التاكيد انا كنت بسالك لان انا عارفه كمان ان انتوا ليكوا دور ميداني بالظبط، فعشان كده كنت حابه ان احنا نوضحه للساده المشاهدين. احنا من ضمن الحاجات اللي اشتغلنا برضو فيها في فتره كورونا كان اللي هو التواصل مع الاشخاص اللي كانوا بيعملوا في مجموعه العمل الغير منتظمه، لان مع الجائحه وتوقف العمل ده كان بيأثر، فكنا بنوفر ده برضو من خلال مساعدات عينيه بتوصل لاهالينا في كل المحافظات. يمكن كمان الدور المهم اللي احنا بنوصل بيه اللي هو السوشيال ميديا والشباب، لان دايما كل واحد فينا بيقدر يقعد بسرعه على فيسبوك انستجرام اليوتيوب بيشوف. عمليه التوعيه اللي احنا كنا بنوصل بيها للمواطن ازاي تقدر تحمي نفسك على سبيل المثال واسرتك من ان هو يبقى فيه اصابه. كمان احنا يمكن عايزه اقول ان في اداره المجموعه داخل التنسيقيه ان احنا كل العمل داخل التنسيقيه عمل تطوعي من مجموعة الشباب، ففكرة حتى الإعلام أو التنظيم أو شغلنا داخل التنسيقية في المنتديات أو سابقا في اللجان كل ده بيدار من خلالنا. يعني احنا عندنا في المركز الإعلامي على سبيل المثال اللي حضراتكم بتشوفوا البيانات والأخبار وتغطية للزيارات، ده كل الموجودين في مجموعة من الصحفيين اللي شغالين أصلا في مواقع إخبارية شغالين معنا بصورة تطوعية. صحيح. يمكن كمان من الحاجات اللي احنا بنتفق عليها جوه التنسيقية في فكرة مثلا الحوار الوطني، وان احنا فعلا بنصمم يعني اعلان السيد الرئيس للحوار الوطني، ان كمان التنسيقية دايما بتضع ضوابط. يعني احنا في موضوع الحوار الوطني واضعين ضوابط محددة في اي اوراق او اي حاجة احنا هنشتغل فيها. الكلمة الوطنية اتكلمت عن المحاور اللي احنا حددت المحاور اللي بيشارك فيها سواء المحور الاقتصادي او الاجتماعي او المحور السياسي. فاحنا حطينا الضوابط ان ما ينفعش يبقى في مقترح مخالف للدستور او القانون. فكره وجود بنود تنظيميه بشكل عام بتسهل عمله وتنظمه بشكل اكبر. بالظبط. قصه اوراق العمل دي مهمه جدا، وانا برضه يعني هسال الاستاذ حازم عليها، لان هو كان قال لي ان انتوا اشتغلتوا في قصه يعني منتدى غزه المتوسط و يعني ما اثير قبله من قمم الكلاماتا من قبرص واليونان حتى وصولا لان تصبح مصر مركز اقليمي للطاقه. انت درست حقوق انجلش قلت لي واشتغلت في السياسه، واكيد ده اثر على تقديمك لاوراق عمل في قصه زي دي ربما تكون معقده شويه اقتصاديا وليها علاقه بملف الطاقه وكده. هو في البدايه بس عايز ازود حاجه اشتغلنا عليها في التنسيقيه متلامسه جدا مع الشارع والشباب بالذات، هو تقديم استراتيجيه كامله للصحه النفسيه. الصحه النفسيه بتاعت الشباب في الايام دي وخاصه في وقت كورونا والانعزال التام على الكلام ده، ده موضوع مهم جدا جدا. فاحنا قدمنا استراتيجيه كامله للصحه النفسيه بدايه من تعديلات لقانون الصحه النفسيه والمراكز المتخصصه والدكاتره والكلام ده كله للخط الساخن لوجود سفير للصحه النفسيه، والكلام ده كله ابتدى ياخد خطوات تنفيذيه على الارض بتوفير وعمل المنصه للصحه النفسيه. احنا بنحس جدا باحتياجات الشباب لان احنا منهم. مرورا لمنتدى غزة المتوسط واثره مش بس الاقتصادي، هو له اثر استراتيجي على المنطقه باكملها. هنلاقي اكتر اثارها موجوده في سواء في ترسيم الحدود ما بين مصر واسرائيل وقبرص واليونان، واللي ادى الريزلتس بتاعته دلوقتي في زياره رئيسه المفوضيه الاوروبيه وتوقيع الاتفاق لتصدير الغاز المسيل من ارض مصر لاوروبا. فهنا كان في وجهة نظر سابقة لأولها من القيادة السياسية على أهمية الغاز والطاقة في الفترة المقبلة، وده احنا لمسناه واحنا بنعمل ورقة العمل الخاصة بمنتدى غاز المتوسط. كمان على طريق الحرير الصيني وازاي نقلب مصر لمركز إقليمي لطريق الحرير لنقله لأفريقيا.
كل الكلام ده ادى دلوقتي ان تك ثماره بالاتفاقيه اللي اتوقعت مع المفوضيه الاوروبيه اللي اعلنت عنها سياده الرئيس امبارح، والطريق الحرير بقى الجديد ان شاء الله في الفتره المقبله، وتحويل زي ما احنا بنقول هب للطاقه والتجاره والصناعه والزراعه في مصر. كل الكلام ده تخيل الشباب اللي بيعملوه. شباب عندهم رؤيه اقتصاديه، شباب عندهم رؤيه سياسيه تجاريه. النتاج الثمار ده كله ادت لمنتدى غزه المتوسط في الازمه الفلسطينيه على سبيل المثال وما حصلت، وتدخل القياده السياسيه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي ادى الى ان بايدن كلمه مرتين في التليفون بيشكره على التدخل. هنا مصر بقى ليها دور وثقل استراتيجي. بدايه الازمه الروسيه الاوكرانيه الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي الاثنين كلموا القياده السياسيه. محور مصر وموقعها المتميز مش بس جغرافيا بقى، خلاص بقى للطاقه، بقى للصناعه، بقى لتسييل الغاز، احنا عندنا اكتفاء ذاتي وبنسيل كمان. فده نقل نقله مصر كبيره جدا، ده احنا لمسناه في عملنا في المنتدى الدولي ورفعنا بيه توصيات كتيره، منها فكره اللي ازاي ادي فرص عمل، ازاي اقلب الاستثمار، ازاي استجذب استثمارات. الكلام ده كله موجود جوه الاوراق العمل اللي اتقدمت بخصوص منتدى غاز المتوسط. طيب استاذ حازم، حضرتك اتكلمت على يعني كذا ملف بعينه، لكن فكره انه الجمهوريه الجديده وانه شباب، احنا بنتكلم على شباب وعايزين مصر تلحق بركب الدول المتقدمه، ده يستلزم متابعه حسيسه من شباب التنسيقيه لمجريات الامور في العالم. احنا بنقول ما يبقاش في انفصال عن الواقع جوه مصر وايضا بره مصر، لازم نكون دايما متصلين عشان نقدر يبقى في اوراق عمل ويكون في كمان مخرجات ويكون في اقتراحات وما الى ذلك. فكره المتابعه العالميه او القضايا العالميه بتتم ازاي؟ هل بيكون في متخصصين؟ هل بتستعينوا اصلا بمتخصصين في بعض الحالات او بعض الملفات او بعض القضايا؟ هو في البدايه كل العمل في الملفات الدوليه بيتم من اعضاء التنسيقيه الشباب الاحزاب والسياسيين. ساعات بنلجا لجلسات استماع علشان اثقال خبرات الشباب كجزء من التدريب والتاهيل للشباب بتوعنا في الملفات بعينها، ملفات يعني زي الاقتصاديه بس ليها شان دولي. لكن في الاساس ان العمل في الملف الدولي بيتم منا متابعه ورصد وتحليل للاخبار. يعني مثلا احنا الازمه الاقتصاديه العالميه احنا متابعينها في روسيا والازمه الروسيه الاوكرانيه والعمليه العسكريه اللي دائره هناك. في ساعتها كل يوم بيبقى عندنا في المنتدى الدولي اخر الاخبار في العمليه ايه، اخر المفاوضات عامله ازاي، طب تاثيرها عامل ازاي، طب تحركات عامله ازاي، حاجه السيناريوهات المتوقعه، السيناريوهات المتوقعه، تقديرات الموقف. اخر حاجه برضو لسه المؤتمر وزياره بايدن للسعوديه ودعوه مصر للمشاركه في المؤتمر ده، بنشوف بقى الموضوع، طب دور مصر ايه هيبقى عامل ازاي، طب المشاركه بتاعت مصر عامله ازاي، طب ليه الدعوه لمصر، العلاقات الثلاثيه، القمه الثلاثيه اللي بتحصل ما بين مصر والعراق والاردن برضو تحت بالتحليل عندنا في المنتدى الدولي. مش بس كده، ما يجري في الجزائر، الازمه الجزائريه الاسبانيه وده ايه تاثيرها على مصر هيبقى عامل ازاي، ما يحدث في تونس، جميع الملفات، الانتخابات، التجديد في الولايات المتحده والتاثير ده كله، كل ده بيتم من داخل الاعضاء التنسيقيه وبالرصد ومن هنا. بالنسبه للتواصل بالسفارات اشكرك، احنا عملنا في 6 شهور اكثر من 33 زياره لمختلف السفارات والهيئات والمنظمات الاجنبيه. وهنا ده حاجه مهمه جدا، التنسيقيه في الاستراتيجيه يعني جهد ميداني ان كان محلي او كمان دولي. وليه اسباب مختلفه على راسها ان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين والاعضاء بتوعها كشباب، احنا مقتنعين ان في ما يحدث من انجازات على ارض مصر كبيره جدا، لازم العالم يعرفها، لازم العالم يعرف ان في كيان بحجم التنسيقيه شباب فعلا. وما بنقعد مع الناس بتبقى مبسوطه جدا. وهو ده اللي انا كنت بقوله لحضرتك، ان الدبلوماسيه الحزبيه تتعدى اقوى من الدبلوماسيه الرسميه، لما شباب يروحوا للسفير اشكرك تاثيره أشكرك. اقوى بكتير من ان سفير يروح للسفير بالظبط، وكمان هما بيبقوا مبسوطين، ده جدا بيبقى مبسوطين وبيسمع اكتر بالظبط. كان في ثناء من ابرز زياره كانت في السفاره كانت ايه يعني ابرز؟ والله حضرتك حاجه ودي اللي انا شرفت بيها يعني اهم واحده، حدوث الازمه الروسيه الاوكرانيه من هنا، تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بعديها ب 48 ساعه احنا كنا مع السفير الروسي، وبعديها ب 4 ايام كنا قائم مع اعمال السفير الاوكراني.
وسمعنا لوجهتين النظر واكدنا على العلاقات المصريه ودور مصر والامن الجزائي وسلاسل الامداد والجزاء والتاكيدات على العلاقات الثنائيه ما بين وموقف مصر في الملف العلاقات الخارجيه. وانا سعدت ان انا كنت موجود في الزيارتين، ويمكن كان السفير الروسي قال حاجه، احنا علاقتنا مع مصر مهمه جدا والبطاطس والاستيراد والكلام ده كله. فانت بتشوف الـ 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 السفير وهو بيتكلم مع كيان بحجم دوله زي روسيا، فتح قلبه واتكلم. هو الشباب والوفد كان جواه النائب طارق الخولي، كان جواه النائب والنائبه سوى سعيد امين سيد التنسيقيه، النائب محافظ الجيزه الشهابي. فكان في وفد قوي من التنسيقيه علشان اهميه الملف. ويمكن الزيارتين دول بينم عن متابعه حثيثه للتنسيقيه في الملف اللي بيمس المواطن المصري، اللي احنا عايزين نفهم الوضع عامل ازاي من وجهه نظر شباب بنتكلم مع سفير، بننقل الموضوع ده بنطلعه في بيان بيطلع على طول بعد الزياره ان احنا متابعين الوضع ومهتمين بيه. كمان كان في زياره في الجانب الاقتصادي هامه جدا، استضافت التنسيقيه الدكتور طلال ابو غزاله، كان برضو عشان نتكلم عن الشأن الاقتصادي، وهو كان سعيد جدا بتشكيل التنسيقيه، وكان فخور قوي ان هو شايف نواب في الجانب التنفيذي والبرلماني شباب. فده يعني عايز يعني كان مبسوط جدا في اثناء الحوار. كان برضو من ضمن الحاجات يعني استكمالا في موضوع اللي بتقوم بيه التنسيقيه للمواطن، كان في عندنا من فتره قريبه جدا حوارات مجتمعيه مختلفه، كنا بنتكلم مثلا عن قانون الايجار، قانون الايجار القديم والازمه اللي حاصله فيه، فكنا بنجيب كل الاطراف الملاك والمستاجرين علشان نقدر يبقى لما بيخرج القانون بيخرج في حاله رضاء كامل مع كل المواطنين. وده اتكرر الحوارات المجتمعيه دي في صوره متكرره دائما. احنا طبعا بكل تاكيد في زياره مهمه جدا برضو، كان استضافه التنسيقيه لوفد من مساعدين اعضاء الكونجرس. دي الزياره دي انا شايفها هي من اهم تحركات التنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اللي استضافهم والاستماع لوجهه نظر الاستافرز. دول هم الايدين والرجلين بتوع اعضاء الكونجرس، وبتوضيح الصوره ليهم، وان وهم شافوا كيان بحجم التنسيقيه، وان كلنا شباب. المخرج بتاع الزياره واثره عليهم كان فوق الممتاز. جميل. في نقطه بقى مهمه جدا، فكره كل الانطباعات دي اكيد ورا الانطباعات الجيده دي، زي ما حضرتك قلت، وعايزه استوضح منك النقطه دي، انه في ورش عمل دوريه وفي برامج تاهيليه وما الى ذلك. يعني كلمني اكتر عن النقطه دي، دي نقطه مهمه جدا. هو احنا في الجزء الدولي احنا عندنا تخصصيه كبيره جوه العمل الدولي، يعني عندنا ناس من الاعضاء الحزبيين العاملين في قطع كلامك، بس كل التخصصات موجوده في التنسيقيه. يا فندم. ده يمكن سبب من اسباب ان يبقى عندنا كمان شباب سياسي، يعني فكره ان مش كل المجموعه يعني ما احتجتوش ابدا ان يكون في تخصصات من بره التنسيقيه. يعني احنا شبه ان احنا عندنا تنوع في كل حاجه، تنوع جغرافي، تنوع ايديولوجي، تنوع في التخصصات، لان ده بيكسب. كمان عندنا حاجه مهمه جدا في التنسيقيه، ان احنا بيحصل عمليه صقل للاعضاء. عمليه الصقل دي بتيجي من خلال مجموعه من الدورات التدريبيه. ما هي دي النقطه، يعني اللي كنت بساله استاذ حازم عليها، هي فكره الدورات التدريبيه بالنسبه لنا، ان اي حد بيبقى مع دخوله التنسيقيه بيبقى عندنا فتره من الدورات التدريبيه المكثفه في كل المجالات، سواء كان من بدايه التأهيل. من بالظبط التاهيل طبعا، بدايه من فكره المشاركه السياسيه، الدستور، القانون، الاداره المحليه، الاقتصاد، اي مكان، حتى بدورات الاعلام نفسها. يعني هو فعلا انا اقدر اقول ان هو كيان، ويمكن هقتبس من كلام الاستاذ حازم اللي كان لسه بيقوله، في المصريين الاحرار اقصى اليمين الليبرالي، في التجمع اقصى اليسار، في النور السلفي، في مجموعه من الشباب كل واحد ليه توجه ايديولوجي حزبي معين، ولكن في مظله واحده اسمها مصر، في هدف قومي اسمه بلدنا. بجوار ده في تخصصات في الزراعه، في الاقتصاد، في الشأن الدبلوماسي، في كل المجالات. كيان حزبي، كيان سياسي يضم كل الأحزاب ويضم كل التخصصات. ربما يعني هو يعتبر إيه، جمهورية صغيرة فيها وزارة خارجية صغيرة وفيها وزارة زراعة صغيرة، بتقدم عدد كبير من المقترحات، بتفيد في اشياء كتير جدا. اعتقد انها اضافه كبيره جدا للحساسيه. بكل تاكيد، بجانب طبعا كلامك يا مصطفى، فكره وجود شباب بيمثلوا الشعب المصري، شايفين فعلا نتائج على الارض، شايفين فعلا تواصل مع الناس،
بقى الناس حتى بقى واصل عندها حته انه كسرنا النمط اللي كان عندنا شويه، فكره انه الشباب منفصل عن الواقع ومنفصل عن الدوله. لا، الشباب دلوقتي بقى هو الجسر اللي ما بين المواطن والدوله، ودي نقطه مهمه جدا جدا احنا بنشكركم طبعا عليها جزيل الشكر. الاستاذ حازم هلال عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وايضا الاستاذه ايمان طلعت متولي، نورتونا في صباح الخير يا مصر حقيقه، ويعني تبلغوا شكرنا طبعا لجميع الاعضاء لي. والحقيقه جهود كبيره جدا ومجهود انا حابه اقول كلمه صغيره في ان الشباب المصري اخذ فرصه مع قياده سياسيه حكيمه. صحيح. الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد اعلانه عام 2016 عام للشباب، اعتقد ان دي المساحه الرهيبه. صحيح. اللي احنا وصلنا ليها، لان احنا بقينا بالظبط نقطه الانطلاق، هي دي نقطه الانطلاق بالظبط. عندنا حاجات في الدستور والقانون بتحمي الشباب والمراه، فاحنا بنقول خالص الشكر للقياده فعلا راعيه للشباب والمراه في الجمهوريه الجديده في مصر. شكرا جزيلا يا استاذ. شكرا يا استاذ حازم، نورتونا. بكده هتكون خلصت حلقتنا النهارده، ان شاء الله بكره حلقه جديده. وصباح الخير عليك. وصباح الخير عليك يا جمال. صباح الخير عليك يا مصطفى، ان شاء الله جمعه مباركه واجازه سعيده، وصباح الخير مره ثانيه. صباح الخير يا مصر.